قال المتحدث باسم الرئاسة سفير بسام راضي إن زيارة ولي العهد السعودي لمصر خطوة جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين. وأشار راضي في تصريحات صحفية إلى أن الزيارة تأتي في توقيت تموج فيه المنطقة بالعديد من التحديات، وعلى رأسها خطر الإرهاب. وحول أبرز الملفات التي سيتم تناولها خلال الزيارة، قال راضي إنها ستشمل ملفات ثنائية ذات جانب اقتصادي وجوانب أخرى متعددة، كما ستشمل ملفات خاصة بالمنطقة تختص بالعمل العربي المشترك للمنطقة والعالم الإسلامي.